السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم. مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نشرح كيف نقوم باستعادة إيميل الروسي. فكما نعلم فهناك العديد من الإخوة يبحثون عن طريقة لاستعادة الإيميل الروسي. أول مسألة يجب عليك أن تكون متأكد منها، يجب أن يكون هذا الإيميل الروسي مرتبط بإيميل آخر، يعني أنك قمت بإضافة إليه إيميل بديل، وكذلك يجب أن تكون قد ربطته برقم الهاتف. إذا لم تكن لديك هذه الشروط فلن تستطيع أن تقوم باستعادة الحساب. الآن سوف نشرح كيف نقوم باستعادة الحساب. أنا على سبيل المثال سوف أقوم بإدخال الإيميل الخاص بي، ثم بعد ذلك سوف أقوم هنا بالنقر على إدخال كلمة سر. هنا سوف أقوم بإدخال كلمة سر، بعد ذلك سوف أقوم بنقر على سيجن إن، ثم ننتظر. كما تلاحظون معي هنا فالباسورد فهو خاطئ، أما الإيميل فهو متواجد. الآن سوف ننقر هنا على ريكوفري باسورد، نقول عليه بهذا الشكل، سوف يتم تحويلك إلى صفحة جديدة. فالواجهة كما تلاحظون باللغة الإنجليزية، سوف أضع لكم الرابط حتى تقومون بالدخول إلى الصفحة باللغة الإنجليزية وتقومون باتباع الخطوات التي قمت بها أنا حتى قمت باستعادة الحساب الخاص بي. كما تلاحظون معي الآن يقول لك إذا كنت تريد أن تقوم باستعادة الحساب لديك خيار الأول وهو استعادة الحساب عن طريق البريد البديل، وكذلك هنا لديك خيارات أخرى. على سبيل المثال هنا إذا قمنا بالنقر على هذا الخيار سوف نجد رقم الهاتف. لديك طريقتان، فبالنسبة لي أنا قد قمت بتفعيل طريقتان، أنا سوف أقوم باستعادته عن طريق الإيميل البديل. كما تلاحظون معي الآن يقول لك لقد قمنا بإرسال الرسالة. سوف الآن نقوم بالتوجه إلى الإيميل البديل. جيد، كما تلاحظون هذه الرسالة التي توصلت بها قبل قليل. الآن سوف أقوم بالنقر على هذا الخيار، على هذا الرابط، لكي يتم توجيهنا إلى صفحة استعادة الحساب. فكما تلاحظون فهذا الرسالة تابعة لي كما قلت لإيميل الروسي أو لحساب الإيميل الروسي، في انتظار أن يتم كما تلاحظون تم تحويلنا مباشرة إلى الرابط لكي نقوم باستعادة الحساب. هنا يقول لك أن تقوم بكتابة كلمة سر جديدة. سوف نقوم بكتابة كلمة سر جديدة. جيد، كما تلاحظون قد قمنا بإضافة كلمة المرور، وهنا سوف تقوم بإعادتها مرة أخرى، ثم ننقر هنا على Change Password. ثم ننتظر. كما تلاحظون معي هنا تم استعادة الحساب بطريقة سهلة جدا، وهذه بعض الأمور المتعلقة بالإيميل الروسي. نقوم بالنقر هنا على go to mail، نقوم بالتوجه إلى بوات روسيبسيا. حتى كما قلت لكم هذه هي الطريقة لاستعادة، هو أسهل طريقة لاستعادة الإيميل الروسي في أقل وقت، في أقل من 4 دقائق إن صح التعبير. فالعملية بسيطة جدا إذا قمت باتباع الخطوات التي قمت بها، وإن شاء الله سوف تقوم باستعادة الحساب الخاص بك أو الإيميل الخاص بك بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. رغم أن العديد منكم والعديد من الإخوة يستخدمون بعض الإيميلات كما قلنا الوهمية، فالإيميل الوهمي لا أنصحك به، لأن عندما تريد أن تقوم باستعادة حساب أو إيميل أو غيرها فسوف تجد مجموعة من المشاكل. لذلك فيجب عليك دائما أن تقوم بوضع إيميل، مثلا جيميل فهو من أفضل الإيميلات، فهو محمي وغيرها من التفاصيل. وشرحنا كيف نقوم بإنشاء الإيميل، وهذه رسالة ترحيب بعد أن قمنا باستعادة الحساب. فالإيميل الروسي فهو إيميل جيد جدا كما تلاحظون،
هذه علبة الخاصة بالرسائل، وقمنا باستعادة الحساب بدون مشاكل. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.